السلام عليكم وأهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الإنساني في محافظة الحديدة وتحذيرات المنظمات الدولية من الانعكاسات السلبية للحرب على المدنيين والمرافق الصحية في المدينة. دعت منظمة أطباء بلا حدود جميع الأطراف في اليمن إلى حماية المدنيين والمرافق الصحية مع اقتراب القتال في المناطق السكنية بمدينة الحديدة. من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من مخاطر اقتراب القتال من مستشفى الثورة الحكومي بالحديدة، وقالت المنظمة في بيان لها إن اقتراب القتال من المستشفى قد يعرض حياة 59 طفلا بينهم 25 في وحدة العناية المركزة لخطر الموت الوشيك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: مخاطر القتال وحفر الخنادق في المناطق السكنية بالحديدة، وما أبعاد وتبعات تحويل المرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية. قبل النقاش متابعة التقرير. تتسع دائرة المعارك باتجاه مدينة الحديدة حاملة معها الكثير من الغموض عن نتائجها العسكرية، وفاتحة العديد من التحذيرات الدولية عن انعكاساتها السلبية على المدنيين والكثير من الخسائر التي ستلحق بالأماكن الحيوية. أولى هذه الخسائر كما تفيد المنظمات الدولية هي الأماكن الطبية، وسجلت مصادر محلية قيام ميليشيا الحوثي باقتحام مستشفى 22 مايو بشارع 50 وتحويله إلى ثكنة عسكرية. منظمة الأمم المتحدة يونيسف حذرت من مخاطر اقتراب القتال من مستشفى الثورة. وفق يونيسف فإن المعارك قد تودي بحياة 59 طفلا بينهم 25 في العناية المركزة. وأكدت المنظمة على أن أطفال الحديدة لن يستطيعوا تحمل أي تضرر يصيب مستشفى الثورة، في الوقت الذي أعربت فيه منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها حيال مرضى مستشفى السلخانة. الإمدادات الإنسانية ثاني هذه الخسائر التي ترصدها المنظمات الدولية، حيث أفادت منظمة يونيسف بأن القتال حول ميناء الحديدة سوف يلحق الضرر بواردات الوقود والسلع التجارية التي تصل إلى 80% من الإمدادات الإنسانية الواصلة لليمن. المدنيون في الحديدة هم الخسارة الكبرى في ظل غموض يكتنف قدرة التحالف والشرعية على حسم معركة التحرير، وتؤكد إحصائيات حديثة لأطباء بلا حدود على توسع حركة نزوح المدنيين من مدينة الحديدة، لكن الإجابة تبقى مخيفة عن مستقبل العالقين داخل المدينة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي من الحديدة عبد الحفيظ الحطامي. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ. مساء النور أخي بشير، ولك ولكافة زملاء في القيس. مرحبا بك أستاذ عبد الحفيظ. في البداية، كيف تجري الأمور في الحديدة مع احتدام المعارك على أطراف المدينة وفي بعض أحيائها؟ نعم، طبعا اليوم السادس من اشتداد المعارك العنيفة التي تدور في المناطق الشمالية إضافة إلى المناطق الغربية الجنوبية. هناك طبعا تقدم بقوات الجيش، في المقابل طبعا هناك القتال ضاري تخوضه ايضا الميليشيات في بعض مناطق المدينه، خوفا من استمرار تقدم قوات الجيش باتجاه اخر منفذ في المنطقه الشماليه، وهو منفذ الشام الذي يبعد عن ميناء عن بوابه شرقيه لميناء الحديده حوالي 1 كيلومتر. المعارك تدور الان في هذه الاثناء في بالقطن المجمع الصناعي للغذاء يماني، شركة يماني، وهو مجمع صناعي ثاني أكبر مجمع تجاري طبعا في اليمن، إضافة إلى جوار مستشفى 22 مايو في شارع 50 في شارع 90 بالقرب من مدينة 7 يوليو، إضافة إلى شركة المطار دوار الحمادي، وايضا على سوم السوق الحلقه، كما تشتد المعارك في المنطقه الجنوبيه حول جامعه الحديده وعلى الشارع الممتد القريب من حي الربصه الجنوبي، اضافه الى الاحياء خلف تطوير التهامه. هناك يبدو اصرار من قوات الجيش، وخاصه بعد ان دفعت بالمزيد
من الألوية لحسم على الأقل معركة ميناء الحديدة الذي يقترب، يبدو الجيش منها أكثر في المناطق المفتوحة ويتحاشى طبعا الدخول إلى عمق المدينة خوفا على سقوط مدنيين، لأن دخول الجيش إلى المدينة هو رغبة الميليشيات لخوض معارك العصابات، وبالتالي سيحيد المقاتلات التي تتقف عاجزة عن استهداف الميليشيات لأن المناطق سكنية، لكن الجيش يبدو أنه إلى الآن يكتفي بالإستهداف في المناطق المفتوحة والمجمع الصناعية البعيدة عن المدينة، ويتوصل فقط يبدو أنه يحقق وينجز الميدان الواقع الميداني العسكري شيئا وكل يوم جديد في هذا المسار، ويصل على بعد 5 كيلومتر من ميناء الحديدة وعلى بعد 4 كيلومتر من آخر نقطة ومنفذ لميليشيات الحوثي شمال مدينة الحديدة. نعم، طيب ابقى معي أستاذ عبد الحفيظ، نشرك معنا أيضا من الحديدة الناشطة ريم الحطامي. مساء الخير أستاذ ريم. إذا أعود لك أستاذ عبد الحفيظ، إذا مع اشتداد هذه المعارك وحرص قوات الجيش الوطني كما تقول الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي على عدم نقل الاشتباكات إلى أحياء المدينة حرصا على حياة المدنيين، الميليشيا وصلت أخبار كثيرة بأنها بدأت تتمركز في المستشفيات والمرافق الصحية، وهناك العديد من المرافق الصحية تم إحراقها كمستشفى 22 مايو، ما هو الوضع الصحي مع يعني اتخاذ الميليشيا لهذه المراكز والمستشفيات دروع وتتمركز فيها وتقاتل منها؟ نعم أخي الشيخ، دعني أضعك على ما حدث اليوم. اليوم اقتحمت أكبر مجمع تجاري الميليشيات بالسلاح الثقيل وتمركزت في العشرات من القناصة بعد أن طردت الآلاف، قرابة 3000 عامل وموظف في المجمع إخوان سادة الصناعات الغذائية، وطردتهم ظهر اليوم، غادروا بكافة الأقسام والمصنع، إضافة إلى قيامها منذ 24 ساعة على إخلاء مستشفى 22 مايو والذي أغلقته وأخرجت العديد من الأطباء من ضمنهم أطباء أجانب، وأخلت الكادر الطبي والعمال والمرضى من داخل من داخل هذا المستشفى وتمترست بداخله، واليوم حرائق داخل المستشفى، ويقال بأنها أحرقت عدد من الأقسام والأجهزة داخل المستشفى. هذا المستشفى كبير وتقني ويتبع أيضا شركة إخوان سادة يماني، وطبعا إضافة إلى تمترس الميليشيات داخل المزيد من الخنادق داخل مدينة الحديدة وتمترسها فوق البنايات والعمارات الكبيرة، اليوم ما يقال كسرت الأبواب واقتحمت من قبل الميليشيات في مدينة 7 يوليو، اليوم 7 من التلاميذ أصيبوا في إحدى مدارس حي زايد وبنتيجة المضادات الكثيفة للطيران، يبدو أن الميليشيات لم يعد لديها مقاتلين محترفين، وبالتالي حتى عمليات القصف بالمدفعية وبالهواء يقصفون بها عشوائيا، سقطت كثير من القذائف على مصنع يماني والعمال يعملون منذ أمس، وسقطت ايضا في السجن المركزي وسقطت في حي غليل، وبالتالي يبدو انهم يقصفون بشكل عشوائي شمالا نعم جنوبا وشرقا، وبالتالي لم يعد لديهم مقاتلين محترفين، وهذا طبعا يؤثر على السكان ويصنع كارثه انسانيه ربما ستكون ماساويه داخل مدينه الحديده. نعم. اذا ما استمر استاذ عبد الحفيظ، قد يتساءل البعض يعني ما دام ان المعارك بدات يعني تقترب من هذه الاماكن الحيويه والمصانع كمصنع يماني وغيرها، لماذا يعني يذهب العمال إلى هذه المناطق وهي أصبحت مناطق اشتباك وخطر على حياتهم؟ أم أن الحياة لا زالت في مدينة الحديدة طبيعية يعني تسير بصورة اعتيادية؟ يا سيدي، مدينة الحديدة لم يعد فيها الأمر طبيعي منذ دخول ميليشيات الحوثي التي يعني أهلكت الحرث والنفط داخل مدينة الحديدة وعطلت الحياة العامة ودمرت المؤسسات والمنشآت الخاصة ونهبت المؤسسات ودمرت كل شيء داخل مدينة الحديدة، لم يعد في مدينة الحديدة هناك شيئا طبيعيا بعد أن فقدوا الكهرباء وفقدوا المياه وفقدوا النظافة العامة وفقدوا الوظائف وفقدوا الرواتب وفقدوا الاصطياد وفقدوا اليوم بطالة مهولة والشمال
الثانية. يعني المجتمع الدولي يجب أن يفهم ذلك، وعلى قيادة الشرعية أيضا وقيادة التحالف أن تحسم معركة الحديدة ولا تبقى مفتوحة. بقاء الحرب مفتوحة هو انتهاك مروع للإنسانية في محافظة الحديدة. بقاء الميليشيات في محافظة الحديدة مزيدا من التجويع، مزيدا من الانهيار، مزيدا من الدمار، وهذا طبعا يهدد قرابة 3 مليون نسمة من السكان بأضرار. طيب استاذ عبد الحميد، نتحدث عن هذه الجزئيه، نعم نتحدث عن هذه الجزئيه اكثر، نعم، ولكن اسمح لي ان اشرك معنا في الحديث الاستاذ الناشط الحقوقي من لندن البراء شيبان. مساء الخير استاذ براء. مساء النور، اهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. اهلا بك استاذ براء. في البدايه، انت كيف تنظر لمستقبل القتال وخرق قواعد الاشتباك في محافظه الحديده بعد ان عادت من جديد وسط انقسام في من يعني ينادي بسرعة حسم المعركة في الحديدة، لأن بقاء الميليشيا الحوثي هو يعتبر مزيد من الجوع، مزيد من القتل، مزيد من إذلال الناس كما يقول الصحفي عبد الحفيظ الحطامي من الحديدة؟ أنا أعتقد طبعا أنه ما دام أن الحكومة الشرعية وقيادة التحالف قررت أن تبدأ العملية، يجب عليها الآن أن تحسمها، ولكن يجب أن تراعي فيها قواعد الاشتباك، بمعنى أنه بمجرد أن تكون هناك عملية ضمن هيكلية أو هيكلة عسكرية منتظمة مثل ما هو الآن الحاصل في مدينة الحديدة، يجب عليهم أن يراعوا كل قواعد الاشتباك. أنا أميل إلى أنه يجب أن تحسم المعركة. الانسحاب في هذه اللحظة أعتقد أنه خطر كبير. في شهر 6 إذا كانت حسمت المعركة كانت الخسائر ستكون أكثر، ولكن عندما تأخرت المعركة مكنت الجماعة الحوثي من أنها تعزز وترسل المزيد من التعزيزات العسكرية، مما يؤثر على بالتأكيد على حياة المدنيين. بشكل سريع يجب على قوات التحالف أن ترسل تحذيرات لكل المواقع التي سوف تدخلها القوات المشتركة حتى يتجنبها الناس. تحدد مسبقا سير العمليات بحيث أن الناس لا يكونوا عرضة للمفاجآت العسكرية ويكونوا عرضة للقصف. ويجب أن تحدد بشكل واضح ما هي المواقع التي قد تقصف خصوصا بالطيران. نعم. هذه أعتقد أنه الواجبات التي يجب على القوات المشتركة وقوات التحالف أن تقوم فيها. نعم. ولكن ولكن ماذا عن تحذيرات المنظمات الدولية من الكارثة الإنسانية في الحديدة إذا استمرت المعركة في مدينة الحديدة أستاذ براء؟ المعركة قائمة، يعني المشكلة أن التعاطي مع المسألة في الحديدة كأن القوات لا زالت في المخا أو لا زالوا داخل عدن. المعركة قائمة، الذي حاصل في اليمن كلها هناك حرب، وهذه حرب حقيقية. الطريقة الأفضل هي أن تنتهي هذه المعركة سريعا، ولا أن تبقى المعارك مفتوحة بهذه الطريقة. يعني هل البديل أنه تبقى جيوب داخل مدينة الحديدة وتتوقف العمليات ثم تستمر نزاعات مسلحة على مدى طويل مثل ما حصل داخل مدينة تعز على سبيل المثال؟ يعني هل النموذج في تعز نموذج جيد أصلا؟ يعني نحن نقارن فيها المسألة. المعركة قائمة، والمعركة الحديدة الآن على وشك أن تنتهي فيها المعارك. الأفضل الآن لكل الأطراف إما أن تسلم جماعة الحوثي، وأعتقد أنه يجب أن يكون التركيز لكل الجهات الحقوقية أن تضغط على جماعة الحوثي أن تسلم بحيث تجنب قواتها العسكرية هزائم أو خسائر ويجنب المدنيين كذلك، أو أنه إذا طلب الأمر. هذه يعني لا يوجد في القانون الدولي، لا يوجد أحد يستطيع أن يمنع قوة رسمية شرعية من أنها تستعيد ميناء أساسي ومنفذ أساسي من منافذ الدولة. طبعا بالشكل المثالي يفضل أن تكون العملية سياسية سلمية، ولكن إذا 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 لم تنفع في الأخير هذه ميليشيا مسلحة، لا يوجد أحد يستطيع أن يقول لحكومة شرعية أنه لا يحق لك أن تنتزعي صلاحيات. ولكن كما تعلم أستاذ براء، نعم كما تعلم، المرة السابقة عندما اقترب الجيش الوطني من الميناء ومن مطار الحديدة وبدأ تحرير الحديدة كان هناك ضغوطات دولية، وفعلا نجحت هذه الضغوطات الدولية وأوقفت المعركة.
هل يمكن هذه المرة أيضا أن تنجح وتوقف المعركة التي تتحدث عنها بأنه لا يمكن لأحد أن يمنع حكومة شرعية من استعادة ميناء من أيادي ميليشيا انقلابية؟ أنا أعتقد أنه النموذج السابق، لأنه حصل في السابق عندما قام المبعوث الأممي بالتعهد للرئيس هادي وذهب إلى الرياض والتقى مع قيادة التحالف، ثم ذهب إلى عدن عندما كان الرئيس هادي في عدن وتعهد لهم أن عبد الملك الحوثي التزم بانسحاب سلمي وأن تتوقف العملية. النموذج ثم النتيجة هي الذي ما تدفع الآن إلى أن تنتهي العملية أو أن تحسم العمليات العسكرية، لأن جماعة الحوثي لم تلتزم، لم تسلم المواقع، بل بالعكس أرسلت تعزيزات عسكرية وكانت تجهز نفسها لمعركة كبيرة. فلذلك كان هناك تجربة سيئة في شهر 6 عندما فشلت العمليات، يجب أن لا تعاد التجربة هذه المرة. فلذلك نعم. أعتقد أن التجربة السابقة هي ما تعزز فرضية أنه يجب أن تحسم المعركة هذه المرة، وأتمنى أنها تحسم بشكل سريع حتى تنتهي معاناة المدنيين بشكل أسرع. نعم. طيب ابقى معي استاذ براء، اعود لي الصحفي عبد الحفيظ الحطامي من الحديده. استاذ عبد الحفيظ، يعني كان الشارع في محافظه الحديده انقسم بين من يعني ينادي بايقاف هذه المعركه وبين من ينادي التحرير من ميليشيات الحوثي بعد المعاناه الكبيره التي لاقتها الحديده خلال الاربع سنوات الماضيه منذ سيطره ميليشيا الحوثي على الحديده. ما هي الطريقة التي تروها أنتم كأبناء الحديدة للخلاص من ميليشيات الحوثي التي تصر على جعلكم دروعا بشرية ولا تريد التسليم بالطريقة السلمية ولا تخضع لعملية سياسية كما بذلت الجهود الأمم المتحدة سابقا ونقضت كل العهود؟ بشير، دعني أضحك على ما يدور داخل مدينة الحديدة. طبعا لا أحد يعارض على إيقاف الحرب، هناك دعوات لحسم المعركة، هذا كان منذ 15 منذ أن بدأت معركة مدينة الحديدة، ولكن التلكؤ الذي حدث من قبل الشرعية وقوات التحالف، وطبعا حينها كان الأسر مسعى لوقع فرصة لقوات التحالف القوات الحكومية بتحرير مدينة الحديدة والميناء. التلكؤ للأسف جعل هذا الآلاف من النازحين يعودون مجددا إلى مدينة الحديدة عندما رأوا يعني بقائهم خارج منازلهم مهدد، تبقى منازلهم مهددة وحقوقهم مهددة، إضافة إلى النزوح يعني ومصاعب وأوجاع وما إلى ذلك. فبالتالي هناك إجماع من أبناء محافظة الحديدة على حسم المعركة، وهناك إجماع أيضا من أبناء محافظة الحديدة. لماذا لا يترجم الحرب؟ نعم أستاذ عبد الحفيظ، سؤال أخير فقط، سؤال أخير، لماذا لا تترجم هذا الإجماع الذي تتحدث عنه من قبل أبناء الحديدة وتحدث انتفاضة كما يقول الكثير من داخل المدينة تساند الشرعية، لا سيما والشرعية أصبحت على أطراف المدينة ومحاصرة ميليشيا الحوثي فيها؟ نعم يا سيدي، هناك الآلاف من أبناء محافظة الحديدة يقاتلون الآن في مختلف جبهات الحديدة، إضافة إلى بعض العمليات النوعية التي تنفذ مع بعض العناصر والقيادات داخل مدينة الحديدة. هناك تدمر واسع، هناك أيضا قبضة أمنية مهولة، هناك قتل، هناك اختطافات، هناك تعذيب، هناك مئات المختطفين، هناك انتهاك للحرمات، وبالتالي للأسف الشديد تقف المنظمات والمجتمع الدولي الصامتة ومتفرجة. اليوم ما يقارب من 15 قتيل وجريح في مديرية التحيطة قصفتهم ب 25 قذيفة ومدفعية ميليشيات الحوثي في التحيطة، لم يتحرك الضمير الأممي ولا الحقوق في المجتمع الدولي والرأي العالم إذا هذه المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في العديد من في حيث الخوخة، في التحيطة، في الدريمي. واليوم المكتب التربية التابع لميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة يدعو يوم غد بأن يخرج الطلاب ويعودوا إلى مدارسهم والمعلمين في محاولة منها لصناعة كارثة إنسانية ومأساة، وخاصة أنها تستخدم قذائف المدفعية والدبابات العشوائية، وربما تتسبب في جائحة وكارثة حق الطلاب، ثم تحول هذه القضية إلى مأساة وإلى ملف إنساني. شكرا لك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من الحديدة. ونشرك معنا أيضا من الحديدة الناشط سياف أحمد. مرحبا بك سياف. مرحبا، حياك أخي. أهلا بك أستاذ. أهلا سياف، كيف تتابع أنت الأوضاع في مدينة الحديدة الآن؟ ما هو يعني ردود الأفعال أو ما هي ردود الأفعال داخل الشارع في الحديدة بعد احتدام المعارك على أطرافها وانتشار ميليشيا الحوثي في الأحياء والشوارع والمراكز الصحية والمستشفيات واتخاذهم دروعا بشرية؟
المواطنين يرحبون بقدوم الشرعيه وبقدوم المقاومه الى الى اراضيهم يعني الى المدينه. لكن هناك الان الحوثي الذي لازلنا كنا نتحدث عن هذا الموضوع من يعني من شهور ان الحوثي ان الحوثيين يحتمون في المباني والسكنيه ويضعون المدفعيه ويضعون الدبابات في المباني السكنيه وحتى القناصه يتواجدون في اسطح المباني. هذه المشكلة التي كانت يعني تعتبر جريمة إنسانية بحق الإنسانية وبحق البشرية. يعتبر الآن المواطن الحديدي أصلا المواطن الحديدي من 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 قديم لا زال كانت يعني تصرفات من جميع من حتى من الدولة أنهم كانوا مهمشين في كل الجوانب. نعم. طيب الآن الناس في الحديدة سياف، هل يعني من خلال متابعتك لهم ينادون بإيقاف الحرب في الحديدة أم ينادون بسرعة إنجاز المعركة وتحريرها؟ لا، الجميع لا ينادي بإيقاف المعركة، الكل ينادي بسرعة تحرير المدينة، لأنه التحرير السابق الذي حدث قبل أشهر وتوقفت كان هناك سبب يعني المواطنون تحركوا خرجوا من المدينة بعدما رأوا أن القوات تتقدم إلى المدينة، فلما خرجوا من المناطق إلى المدن الأخرى تم المتاجرة وبمعاناتهم ما جعلهم يعودون المدينة نفسها للحديدة، قالوا سنموت فيها. نعم. حتى وإن متنا في القصف أو الجوع لن نتحرك. نعم. طيب سياف، أعود للأستاذ البراء شيبان من لندن. أستاذ البراء، كيف يمكن للقوات الشرعية أن تتعامل مع ميليشيا الحوثي التي تنتشر في الأحياء السكنية وتتخذ من الناس دروعا بشرية وتعتري أسطح المنازل والمستشفيات؟ يعني بالأمس أحرقت مستشفى 22 مايو ولا تأبى بحياة الناس. برأيك ما هي الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها القوات الحكومية مع هذه الميليشيا؟ أنا أعتقد أنه يجب عليها أن يعني هي مسؤولة عن ممارساتها هي، يعني لا يكون تبرير أن جماعة الحوثي تقوم بانتهاكات أن يكون هناك مبرر أن تتعامل هي بنفس الطريقة. أول شيء يجب أن يكون هناك تمييز واضح ما بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وفي حال أنه تم استخدام مباني أو أعيان مدنية كمواقع عسكرية من قبل جماعة الحوثي، يجب أن تتأكد أن المدنيين قد غادروا تلك المناطق أو ترسل لهم رسائل تحذير تطلب منهم المغادرة، ثم مثل ما ذكر ضيفك الكريم أن تحسم المعركة. يعني لن تنتهي هذه المعاناة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الحديدة إلا إذا حسمت المعركة. إبقاء المعركة مفتوحة هو ما سيؤدي إلى سقوط ضحايا وازدياد المعاناة الإنسانية التي ليس هناك داعي لها. نعم. هل تتوقع أستاذ براء أن تكون هناك ضغوط دولية فعلية تمارس ضد ميليشيات الحوثي من أجل الانسحاب وتجنيب المدينة الخراب والدمار والحفاظ على الأرواح في هذه المدينة التي باتت ربما شبه محاصرة من قبل القوات الشرعية، بالإضافة إلى الأصوات التي تنادي من أبناء الحديدة بسرعة إنجاز هذا التحرير وعدم قبولها بميليشيات الحوثي؟ الضغوط ليست هي ما ستؤدي بجماعة الحوثي إلى الانسحاب إذا كان هناك انسحاب. العملية العسكرية هي التي ما ستدفع بهم بالانسحاب. لو كان فقط الانتظار إلى مسألة أن تكون هناك ضغوط دولية كان الحوثيين اليوم كانوا لا يزالوا داخل عدن. جماعة الحوثي قد تنسحب، هذا احتمال وارد، ولكن تنسحب إذا رأت أن هناك جدية وحقيقة نية حقيقية لحسم المعركة معهم، وأعطى فرصة للمتواجدين داخل المدينة أنهم لن يصيبهم أي ضرر إذا تم الانسحاب، مثل ما حصل عندما في بعض المناطق في مدينة عدن
تمت بنفس الطريقه. نعم. واعتقد انه هناك فرصه كبيره ان تكون ان يعاد السيناريو داخل مدينه الحديده وتنتهي المعركه بشكل سريع. في الاخير نحن راينا كيف تقدمت القوات المشتركه بشكل سريع جدا الى قرب الميناء، وانا متاكد انهم قادرين الى يعني سيستطيعوا حسمها باقل الخسائر الممكنه. نعم. الناشط الحقوقي البراء شيبان، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك، وعودة أخيرة إلى الحديدة مع الناشط سياف أحمد. سياف، السؤال الأخير فقط الآن، في الحديدة المرة الأولى ذهب الناس مثلما تحدث وغادروا الحديدة بحثا عن مدن أخرى آمنة بسبب الخوف من المعارك، الآن هذه المرة هل الناس بدأوا بالنزوح بالخروج من المدينة أم لا زالوا فيها؟ لا لا زال الناس فيها الى الان، يعني لم ينزحوا، العائلات لا زالت الان اللي انتم قاعدين في حتى الان في 70 يوليو الذي الان الرصاص اللي يصل الى المنطقه 70 يوليو وما حولها، الناس يحتمون في منازلهم تحت الدرج الان، يعني حتى تحت يعني خوفا انه يكون في غدائف كبيره توصل الى غرفهم. نعم، يعني اصبح ان الوضع انساني. كذلك الآن الحالات الإنسانية للمصابين المرضى المزمنين الذين يعانون من فشل كلوي أو السكر أو السرطان، الآن حالات يعني بعضهم يتعرضون إلى الوفاة الآن. نعم، أشكرك الناشط السياسي سياف أحمد، كنت معنا من الحديدة. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.